أعلى الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من الكليات التي يتاح بها أماكن لطلاب المرحلة الثالثة 2022 علمي فقط كلية اللادا بانتساب موجه وبها أماكن الشاغرة في الجامعات أتاليا 1 آداب انتساب موجه بني سويف 2 كلية آداب انتساب موجه العرش 3 آداب انتساب موجه أسيوط 4 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 5 الآداب انتساب موجه المنيا 6 آداب انتساب موجه حلوان 7 آداب انتساب موجه الفيوم 8 آداب انتساب موجه دمياط 9 آداب انتساب موجه أسوان 10 آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة سويس بالأسماعيلية 11 آداب انتساب موجه بنات عين الشمس 12 آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 13 آداب انتساب موجه كفر أشيخ 14 آداب انتساب موجه بور سعيد 15 آداب انتساب موجه دمن نهور 16 آداب انتساب موجه عين الشمس 17 آداب انتساب موجه المنصورة 18 آداب انتساب موجه بنها 19 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 20 آداب انتساب موجه طنطا 21 آداب انتساب موجه السوهاج يليها كلية حقوق انتساب موجهة في متاحة للعلمي فقط في الأماكن التالية 1 حقوق انتساب موجه القاهرة 2 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 3 حقوق انتساب موجه حلوان 4 حقوق انتساب موجه عين الشمس 5 كلية حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 6 حقوق انتساب موجه سوهاج 7 حقوق انتساب موجه طنطا 8 حقوق انتساب موجه أسيوط 9 حقوق انتساب موجه أسوان 10 حقوق انتساب موجه المنصورة 11 حقوق انتساب موجه بني سويف 12 حقوق انتساب موجه ألاسكا ندريا 13 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم أعلى الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 كليات الأدبي يتاح لطلاب الأدبية في هذه المرحلة 89 في الجامعات الحكومية أبرزها كليات تربية نوعية فنية موسيقية فضلا عن كليات التربية الرياضية للبنين والأبنات وتشترط هذه الكليات اجتياز الطالب اختبارات القدرات للقبول بها كما يتاح أماكن بكليات التكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وكليات تربية الطفولة بالعريش